اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا في حلقات رمضان اللي هي مخصصه بس للباستا، باستات جديده ومختلفه. هتشوفوا معانا ازاي نعمل الباستا من ولا حاجه، هنبتديها خالص من الاول، هنعمل اشكال والوان وهنعمل اطعم مختلفه خالص ما جربتوهاش قبل كده. فخليكم معانا النهارده في اول حلقه ونشوف ازاي نبتدي نعمل الباستا من السكراتش من ولا حاجه. استنونا. اهلا وسهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان، وبما ان هو رمضان النهارده، اول حاجه هنعملها لكم هو ازاي نعمل الباستا من ولا حاجه. مش ولا حاجه يعني، من شويه دقيق وبيض يتعمل عندنا كل الاشكال اللي انتم شايفينها دي. الدقيق والبيض ده للناس اللي ربنا مديها لهم يقدروا يجيبوا بيض، بس لما ننزل تحت بقى في ايطاليا في الحته بتاعه نابولي بيعملوا دقيق وميه، السيمولينو اللي احنا الباستا اللي بناكلها دي الناشفه دي، انما دي اللي بالبيض طعمها رائع، بتستوي على طول. الحاجات اللي بتتعمل في البيت سواها بيبقى سريع وطعمها فوق الرائع. ف ايه حكايه الباستا؟ الحكايه كل 100 جرام دقيق نديله بيضه على طول كده، فما فيش اسهل من كده. نبتديها على طول، نشوف احنا عندنا هنا كام جرام دقيق. فايه هي بقى المكونات بتاعتنا؟ دقيق وبيض. ده جه بقى عمل كام جرام؟ خلوني ابص، تقريبا 500 اكتر شويه. لازم بقى ننزلها عشان الحكايه بتبقى بالظبط، لو هي مش مظبوطه مش هتظبط. فهي عامله لي 400 وشويه، نشيلها ونخليها 400. 400 يعني كام بيضه؟ 4 بيضات. بيرفكت، حلو قوي. وفي عندنا كمان دي السيمولينو. ده السيمولينا بتديلها برضو احساس، هتلاقوا السيمولينا انا بستعملها علشان لما نيجي نفرد الباستا. ايه الحكايه؟ انا بعملها كده. طبعا لو انتوا عايزين تعملوها في الفود بروسيسور مش هتاخد منكم ثواني، بتتعمل كده اهو دقيقه بس. الحلاوه ان الواحد كل ما بيدي للحاجه وقتها وشكلها، بس بنعمل كده زي ايه ما تقولوا حفره في الجبل، لازم يبقى كله كده ومظبوط. وهنا هنحط الاربع بيضات. ايه ده؟ اتنين، تلاتة، والرابعة خلاص. اوبس، ده بقى المفروض ما كانش يحصل، لازم على طول تبقوا ايه محجزين عليها. ازاي بقى نبتدي نشتغلها؟ سهلة قوي. من جوه نضرب البيض. وطبعا لما تعملوا الشغلانه دي مش عايزاكم تعملوها في حته حر، احنا دلوقتي عشان تلفزيون وكده وعاملينه في جنينه كل رمضان ده، ففي شويه حر. لا ارجعي لي قدام. فايه اللي انا بقى بقوله لكم المهم جدا؟ بيحصل لعب دلوقتي رهيب جدا. استنى هعملها كده لغايه لما كله يدخل في بعضه. زي اي حاجه، الفكره بتاعت الباستا مش عايزاها تشتغل كتير بالايد، فانا عايزاكم تعملوا ميكس لكل الدقيق كده بالشوكه، وفي الاخر بس هنعجنها بايدينا. ننزل بقى بايدينا ونشتغل على طول بالدقيق. عندنا هنا الفراده بتاعت الباستا، شغلانتها سهله قوي، هوريكم دلوقتي ازاي. المهم ان احنا قبل ما نشتغل او اي حاجه، بعد ما هوريكم ازاي الواحد يعجن الباستا دي مظبوط، لازم ترتاح على الاقل نص ساعه، مش في تلاجة ولا حاجه، بره بنربطها في جلين فيلم كده ونستناها لمده ربع ساعه علشان الدقيق يرتاح مع البيض. غير كده عمرها ما هتفرد معاكم بطريقه مظبوطه، هتلاقوها بتقطع او بتعمل زي قشره كده عليها، وده مش مطلوب. احنا عايزينها تبقى ناعمه وترانسبارون. يعني ايه ترانسبارون؟ هفرجها لكم. زي ما انتم شايفين قدامنا هنا حاطين انواع مختلفه من الباستا، حاطين الفيونكات وحاطين السوستا دي، الفوزيلي والسباجيتي والتالياتيل والبن، وفي هي زي القواقع. كل نوع باستا بياخد صوص معين، يعني مش كل باستا نقدر نعملها بكل الصوصات. طبعا السباجيتي ما ينفعش نحط لها صوص تقيل، لازم الصوص يبقى خفيف زي صوص الطماطم، صوص كريمه بس مش تقيله، الحاجات الخفيفه.
الالي اوليو اللي هي التوم وزيت، الحاجات اللي مزيتها شويه. الباستا العامله زي دي اللي تاخد الصوص جواها، يعني مثلا دي تبقى حلوه قوي معاها مثلا الراجو او يعني البولونيز. شوفوا يا جماعه زي ما بنعجن اي حاجه، بس يعني هي دي الطريقه المثلى لعجنه الباستا بتاعت العجينه بتاعت المكرونه. يعني كل شويه ننضف ايدينا كده، هي خلاص دي هتبقى اخر تنظيفه. ونبتدي الشغل حالا. شايفين خلاص ازاي؟ بقى هوريكم بايدينا دي بكعب الايد بنمد الباستا كده ونقوم واخدينها واحد واتنين ونمد تاني وتالت، ونفضل نعمل الحركه دي كده، ونقوم كل شويه نقوم عاملينها 90 درجه كده، ونعمل كده كده لغايه لما تبقى الاستيكيه كده. في ناس بيحطوا عليها زيت وفي ناس ما بيحطوش عليها زيت، برضو كله بيعتمد على نوع الدقيق. شايفين هفضل اعمل كده لغايه لما تبقى عندي عامله زي الايه، زي اللي هوريكم حالا. انا بس هنضف هنا الباستا بتاعتي دي، هي عايزه شويه شغل تاني، بس هي تقريبا عايزه شغل من 5 دقايق على حسب احنا عاملين كمان الكميه قد ايه. احنا عاملين تقريبا اقل من نص كيلو ب 100 جرام كده. الباستا بتاعتنا جهزت، تشغلوها شويه كمان ماشي، بس هي كده خلاص جهزت. شايفين بقى الطريقه ازاي؟ هجيب بقى اختها اللي انا كنت مخليها ترتاح من شويه ونحط دي هنا، واحسن حاجه ان احنا نغطيها بالجلين فيلم، الورق البلاستيك ده الستريتش. ماشي، نجيب كده العجينه بتاعتنا، ودلوقتي بقى نبتدي نستعمل السيمولينا وهنقسمها اهو ده 8 عشان مش عايزه الباستا تبقى تخينه فيها. ودايما لما نيجي نشتغل فيها يا شباب ويا جماعه لازم دايما تبقى متغطيه، فمعلش هاخد بقى دي من دلوقتي كده اهو عشان هي دي اللي احنا هنشتغل بيها. واحط هنا شويه دقيق سيمولينا، واحط الباستا بتاعتنا كده معاه زي ما بنعمل اي بيتزا ولا بتاع، ونبتدي. لازم تتفرد شويه، ما ينفعش تدخل بتخنها ده جوه الماشين جوه المكنه عشان مش هتعدي. وفردها شويه، خليني اشيل ده هنا بقى من هنا عشان يشوفونا واحنا بنشتغل. ونيجي هنا نشوف احنا عندنا على اي رقم كام، اكبر رقم اللي هي اخر حاجه. نبتدي اول واحده هنعملها مرتين، شوفوا بتنزل ازاي زي الفل. هعملها مره كمان بيها، ده اول رقم اللي هو الواسع قوي. كل شويه هتلاقونا ايه من الجنب كده بن ايه بنضيقها، هنوصل لكده نقوم عاملينها كده، ونعمل رقم 2 نقوم نازلين كده. مره كمان نعملها كده برضو عشان تتظبط اهو، ده على رقم 2. الباستا الفريش دي بقى بتتعمل، يعني احنا ممكن ناكل الباستا من اولها لاخرها اهو زي ما انتم شايفين. 5 دقايق انا عملت الباستا، ترتاح نص ساعه ونعمل اي صوص، صوص الطماطم اللي احنا بنعمله دلوقتي انا عملتها على رقم 3 برضو هتتعمل مرتين. ايه اللي احنا عايزين نفهم ازاي ان احنا ظبطناها وكده الباستا بتاعتنا اتظبطت؟ هقول لكم كله من لونها والتكتشر بتاعها اهو. يا سلام، نديها كمان مره ضيقه. هنوصل للباستا، شايفين رفعها ازاي؟ شايفين ايديا باينه من وراها كده، يبقى ترانسبيرنت، تبقى يعني سي ثرو، الايدين بتبان من ورا، صح؟ صح كده. بقى في عندنا هنا كذا تقطيع، في عندنا التقطيع بتاعت السباجيتي وهنجربها دلوقتي اهي. يدي من هنا كده ونبتدي من هنا ناخدها، دي تقطيعة التالياتيلي او الفيتوتشيني
اهم حاجه يا جماعه في الحكايه دي ايه؟ اهو اول شويه باستا معمولين عندنا في البيت، دول شبه دول، نعمل شكل تاني، نعمل شكل تاني. عايزين تنشفوها، نشفوها ازاي؟ بنشفها بنعلقها على حاجات كده ونسيبها لغايه لما تنشف وتصبح بالشكل ده، او ناخدها وندورها كده ونسيبها زي ما هي بتبقى الشكل ده، او تخلوها بس كده هم كعبله وخلاص وبرده بتطلع حلو. ودايما رشوها بالسيمولينا مش بالدقيق. ليه؟ لان الدقيق لما بنزوده زياده عليها لما بنيجي نطبخها بيبقى فيه السلايمينس او الزحلقه بتاعت الدقيق دي، ما بتبقاش حلوه قوي. اوكي، النهارده كل اللي انا عملته لكم ان انا بس بفرجكم ازاي الواحد يعمل باستا في بيته من ولا حاجه، الحكايه كلها بس دقيق وبيض، وزي ما قلنا لو مش دقيق وبيض هيبقى شويه ميه ودقيق، وعاده بيبقى بدقيق السيمولينا بس بيبقى ارفع من كده شويه. هبتدي اعمل واحده تانيه، انتوا خلاص عرفتوا الفكره، بس عشان اوريكم تقطيعات مختلفه وبس. وهنعمل دي كمان بقى زي ما نقول كده سباجيتي، ارفع بكتير من اللي احنا عملناها اللي هي البارباديل. ايه بقى الصوصات؟ احنا اتفقنا ان الصوصات، شايفين سباجيتي اهي زي الفل، هنعمل صوص ابيض مع الحاجات دي، صوص اخضر وصوص احمر. احنا قلنا نعمل علم ايطاليا يعني، اهو يا سلام. سباجيتي فاتن كازا، سباجيتي معمولين في البيت، ايه احلى من كده؟ حلو، كلام جميل. ويا سلام بقى لما الناس يجوا لكم ويقولوا لهم الباستا دي احنا عاملينها من سكراتش، من ولا حاجه في البيت عندنا. نشيل بقى كده ونلم كل الدقيق بتاعنا ده نحطه هنا، وهوريكم دلوقتي الصوصات والحاجات اللي انا كنت مجهزاها. في تجهيزات رمضان دايما 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 بنعمل الصوص الاحمر اللي هو المارينارا، بس انا المره دي كنت عاملاه صوص الفلفل المشوي بنفس فكره المارينارا، نشوي الفلفل نقشره نحطه مع تومه بعد كده وشويه زعتر على النار يتسبكوا، وبعدين نقوم ضربينهم في الخلاط نحط معاهم شويه صلصه طماطم يبقى عندنا احلى بيبر، ريد بيبر صوص. ده وايت صوص، خلينا نعملهم كده. وعندنا فين الباستو راح؟ اللي هو بنحطه ازاي؟ دقيق بيزل اللي هو الريحان مع شويه توم وسنيبر، لو مفيش سنيبر عين جمل، لو مفيش عين جمل لوز، اي حاجه عندكم مش لازم سنيبر، توميه وشويه ملح وجبنه بارميجان. الباستات اهم، كان يوم الباستا النهارده، نحط لها بقى كل حاجه، كل الحاجات دي بيبقى نزل لهم دايما شويه. ودي التريكات اللي عايزه اقولها لكم في كل الباستات، الجبنه الرومي اللي بتتحط البارميجان في وسط الطبيخ وفي الاخر، بس دي كلها صوصات جاهزه، كل دي تجهيزات رمضانيه، ودي اون ذا سبوت، يعني انتوا عندكم الصوص جاهز تقفوا تعملوا الحكايه دي، مش هتاخد منكم بالظبط ربع ساعه. فاشوفكم في حلقه تانية باذن الله، وان شاء الله الحلقه بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم. انا عارفه في اول رمضان لسه الحكايه مش هتبقى باستا، فاستنوا لبعد رمضان بشويه وهتعرفوا قيمتها. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من بالهنا، مع السلامة.